بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 37 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل محمد عباد، سوداني ومقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: أرجو التكرم من الشيخ صالح الفوزان بالإجابة على أسئلتي. وسؤالي الأول يقول: ما حكم الناس الذين يعتقدون ويقولون بأن الله موجود في كل مكان؟ نرجو الأدلة في ذلك والشرح، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والفطرة وإجماع أهل العلم على أن الله في العلو. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على العلو. حتى قال بعض العلماء: إن الأدلة على علو الله على خلقه بلغت 1000 دليل. الشيخ الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله كتاب مستقل في العلو، اسمه العلو للعلي الغفار، أورد فيه الأدلة وإجماع أهل العلم. والفطر، الداعي ولو كان عاميا أو بدويا لم يقرأ الكتب، إذا أراد أن يدعو يرفع طرفه إلى السماء، يتوجه إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء، هذه فطرة، فطرة من الله سبحانه وتعالى. ولما أراد رجل أن يعتق جارية له، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر. وصفها بالإيمان لما اعتقدت أن الله جل وعلا في السماء. والذي يقول إن الله في كل مكان هذا كافر، لأن هذا مذهب الحلولية، لأنه جحد علو الله على خلقه وخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فهو كافر. وثانيا أنه لم ينزه الله عن محلات القاذورات، إذا قال في كل مكان هذا يشمل الحشوش تعالى الله عن ذلك، يشمل محلات القذرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، مستو على عرشه، بائن من خلقه، والذي يقول غير هذا ضال وكافر بالله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: حفظكم الله، لماذا توجهون الذين يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البشر وإنما خلق من نور، ويستدلون بهذا الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث نبيا؟ قال: عندما كان آدم بين الجسد والروح. ما صحة هذا؟ مأجورين. أولا، محمد صلى الله عليه وسلم بشر، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل يا محمد للناس إنما أنا بشر مثلكم. هذا يبطل قول من يقول أنه خلق من، بل هو بشر، خلق مما خلق منه البشر. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فكيف يكون محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو مخلوق من نور لم يخلق من البشر؟ هذا من الغلو الباطل والعياذ بالله. والرسول بشر، وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من البشر، كلهم من بني آدم،
عليه السلام، والذي يعتقد غير هذا ضال مضل مخالف للكتاب والسنة. ولفظ الحديث، ثانيا لفظ الحديث الذي ذكره السائل، أولا الحديث لم يصح، وثانيا ليس لفظه هكذا، يقول إني نبي وآدم بين الماء والطين، يعني مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم نبي، ولم يقل خلقت قبل آدم، وإنما هذا من تضليل المضللين. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الذين يعتقدون هذه الاعتقادات ويخوضون في مثل هذه الأمور، ما توجيهكم لهم؟ توجيهنا لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم، لأن أكثر الذين يقولون هذه المقالات ليسوا علماء أو مقلدون لمن قالها من أهل الضلال دون تمحيص ودون توقف على الدليل الصحيح. عليهم أن يتعلموا العلم النافع ومن أهل العلم الراسخين والموثوقين، ولا يأخذوا علمهم عن العوائد أو عن التقليد الأعمى أو عن أهل الضلال الضالين المضلين، لأن هذا من عقائدهم ومن أفكارهم الخبيثة التي يكتبونها ويقررونها للناس أو يدرسون الناس هذه الأفكار الخبيثة، أو تكون في مقررات دراسية تدرس في المدارس وهي باطلة. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يمحصوا ما يقرؤون وما يدرسونه لأولادهم ليكون مطابقا للكتاب والسنة حتى يكونوا على عقيدة سليمة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: ما حكم المرأة التي رمت أول يوم من أيام الحج لكثرة الزحام؟ رمتها قبل الفجر ووكلت الزوج في الأيام الباقية، وجزاكم الله خيرا. إذا كان توكيلها لعجزها أو الخوف من الزحمة التوكيل صحيح، ما دام أنها وكلته ورمى عنها التوكيل صحيح للعذر، وهو العجز، عجز المرأة أو خشية الزحام عليها، ولا سيما في هذه السنين، فإن رمي الجمار الأيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر أمر خطير جدا، التوكيل سائر في هذا للعجزة من النساء وكبار السن والأطفال. ولكن لو أن المرأة أو الرجل ضعيف، لو أنهم تحينوا الفرص ولم يأتوا مع الزحمة في الأوقات التي تكثر فيها الزحمة، وإنما يأتون في آخر النهار تكون الزحمة قد خفت بعد العصر، وإذا اقتضى الحال أنهم يرمون بالليل أيضا قد أجاز هذا كثير من علماء العصر، فيه مخرج ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول هذه السائلة: ما حكم المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة ونوت ذلك مع طواف الوداع؟ لا بأس بذلك، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وأداه عند السفر بنية الإفاضة فإنه يجزي عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم، إذا مرت المرأة بالمقبرة ودعت لأهل القبور، أو أن هذا خاص بالرجال فقط فضيلة الشيخ؟ لا، ليس خاصا بالرجال، إذا مرت المقبرة مع الطريق ومرت من عند مقبرة فإنها تدعو للأموات تستغفر لهم، لأن هذا لا يعتبر زيارة، وإنما هذا من باب الدعاء للأموات، أموات المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في آخر أسئلة السائلة طاعين من المدينة النبوية تقول: إذا سقط الطفل وبه صرع فجأة من أمه ونقل إلى المستشفى وقد توفي هناك رغم أن الأم محافظة عليه، ماذا يلزمها الآن مأجورين؟ ليس عليها شيء لأنها لم تفرط، هذا شيء أصاب الطفل وسقط من أجل المرض الذي أصابه ومات، فليس للأم تسبب في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل من البرنامج لم يذكر الاسم في رسالته، وكتب بخط واضح يقول: حج شخص مع أمه وخالته وأخته منذ 9 سنوات ولم يطوفوا الوداع للظروف الصحية، على أنهم سيعودون لمكة بعد أسبوعين لأداء العمرة، فهل عليهم شيء علما بأن الخالة المذكورة قد ماتت؟ لا يجوز الخروج، لا يجوز للحاج الخروج من مكة بعد الحج إلا
ويطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والمرض لا يمنع من طواف الوداع، المريض يحمل، المريض يحمل ويطاف به محمولا. أما ما جاء في السؤال من أنهم خرجوا من مكة وسافروا، يقولون نبي نعود عقب الزحمة، نعم، إذا خرجوا وسافروا لو عادوا ما ينفعهم الرجوع، لو عادوا وطافوا بنيتهم للوداع ما نفعهم ذلك، لأنه فات محل الوداع. فعلي على كل واحد منهم فدية تجزئ في الأضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع منهم ذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، السائل من سوريا يقول أنا أسرح في الغنم بالصحراء وأحمل معي القرآن، وبعض الأحيان أحمله في الخرج على الحمار أعزكم الله، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، وأنت محسن في استصحابك المصحف من أجل أن تقرأ القرآن، هذا يدل على خير، على محبة للقرآن، ولا بأس أن تحمل المصحف على الحمار. يقول هذا السائل من الرقة أنا حجيت هذا العام، العام الماضي، يقول وعند الرمي رميت في يوم 12 بعد صلاة الظهر، وذهبت إلى الحرم وصليت العصر ولم أطف طواف الوداع إلا ثاني يوم الذي هو 13، فكان طوافي عند صلاة الظهر، ولم أجد مواصلات إلى المدينة إلا بعد صلاة العصر، وصليت العصر في الحرم وسافرت، وعند إحرامي من الميقات لم أتلفظ بلساني إنما النية في القلب، فما رأي فضيلتكم؟ أما أنك لم تتلفظ عند الإحرام وإنما نويت الإحرام بقلبك فهذا صحيح لا بأس به، تكفي النية في القلب، تلفظ بالتلبية سنة. وأما أنك أفتل الوداع عند تريد السفر ولكن لم يتيسر لك المواصلات إلا على العصر وأنت قد طفت وقت الظهر فلا مانع من ذلك، لأنك لم تقم في مكة وإنما جلست تنتظر وسائل النقل، والمدة يسيرة والحمد لله، ولم يحصل منك مبيت في مكة. نعم، أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائل من الرقة سوريا يقول فضيلة الشيخ والدي رحمه الله ترك لنا وصية من المال، تركها عندي لتوزيعها، فمن هذه الوصية أعطيت خالي منها وهو لا يصلي أبدا، ودائما أنصحه ولكن لا فائدة، وإن كان قد أدى الصلاة بعد فترة، فهل تجوز أم ماذا، وهل يلحقني إثم في ذلك؟ إذا كان هذا الذي ذكرته قد تاب إلى الله ورجع إلى دينه وحافظ على الصلاة فلا بأس بما أعطيته من الزكاة. أما إذا كان لم يتوب إلى الله ومات وهو لم يتوب إلى الله وتارك للصلاة فإنه يلزمك أن تخرج بدل المبلغ الذي أعطيته، تخرجه وتعطيه لفقير مسلم. نعم، يقول هذا السائل شاب في 15 من عمره ذهب مع خاله في رحلة صيفية لمدة أسبوع في شهر رمضان، وأثناء هذه الرحلة لم يصوموا، فما الحكم في ذلك علما بأن الخال المذكور قد مات، ولا أدري هل قضى هذه الأيام أم لا، وهل يمكن لأولاده أن يقضوا عنه الصيام جزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا مسافرين السفر يبيح الإفطار، قال الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، ويلزمهم القضاء بعد ذلك. وإذا كان هذا الميت مات وعليه قضاء ولم يقضه فيستحب لأولاده أن يصوموا عنه إبراء لذمته. نعم، فضيلة الشيخ اختيار بعض الناس وإن لم يصوموا عنه فإنهم يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا. نعم، أقول اختيار بعض الناس لأيام المواسم كشهر رمضان وأيام الجمعة للتنزه والرحلات فضيلة الشيخ، لعل لكم توجيه في ذلك. السفر المباح جائز في رمضان وفي يوم الجمعة وغيرها. طيب، السفر المباح، نعم، الذي ليس سفر معصية جائز في رمضان وفي غيره للنزهة أو للتجارة أو لغير ذلك. أما السفر المحرم كسفر المعصية فإنه لا يبيح الترخص في الإفطار في رمضان
ولا بترك صلاة الجمعة، ولكن على الحالة الأولى إذا كان سفرا مباحا إنه يجوز في رمضان وفي يوم الجمعة، ولكن تركه أفضل. طيب. كون الإنسان يترك السفر الذي ليس له ضرورة ولا حاجة يتركه، يتوفر له الوقت ليصوم ويتهجد ويصلي مع المسلمين صلاة التراويح ويتلو القرآن، هذا أفضل له لا شك. إن هذه فرصة ستضيع عليه بالسفر، وهي فرصة ثمينة في عمره قد لا تتكرر عليه. وكذلك يوم الجمعة يوم عظيم، وصلاة الجمعة هي أجر عظيم وفضل عظيم، فكونه يخرج للنزهة أو لغير ذلك أو لغير ذلك من المقاصد، كونه يبقى يوم الجمعة ويصلي مع المسلمين أفضل له، وإن كان السفر جائزا في أول النهار. أما إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وهو الأذان الذي بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر، فلا يجوز السفر حينئذ في هذه الساعة، بل يجب عليه صلاة الجمعة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. فلا يجوز له أن ينشئ السفر في هذه اللحظة والمؤذن يؤذن والخطيب جالس على المنبر، يجب عليه أن يجيب وأن يصلي الجمعة ثم يسافر بعدها. أما السفر قبل في أول النهار فهو جائز مع الكراهة، إذا لم يكن لحاجة جائز مع الكراهة. أحسن الله إليكم يا شيخ. السائلة هم أنس من المنطقة الشرقية، تقول: بدأت صيام 10 ذي الحجة من اليوم الثاني لأنني لم أعلم بأن شهر ذي القعدة غير كامل، فصمت 9 أيام، هل أصوم يوما من ذي الحجة لأتمم به العشر؟ لا يكفي، تصوم إلى يوم عرفة. نعم. إلى اليوم التاسع. طيب. ويكفي هذا. طيب. ولا تقضي اليوم الذي نقص عليها، ما تقضي لأنه نافلة ولا يقضي. نعم. طيب. جزاكم الله خير. ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع، وماذا يلزم الإنسان إذا قال ذلك؟ الذي يقال عند الرفع من الركوع للإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، وللمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا قال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده وهو إمام أو منفرد، فإنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام، يسجد سجدتي السهو قبل السلام ليجبر هذا النقص. نعم. أحسن الله إليكم. أم أنس تسأل عن الزيادة يا شيخ على 3 في الوضوء من غير تعمد، هل يبطل الوضوء؟ الوضوء لا يبطل، ولكن الزيادة على 3 لا تجوز لأنها بدعة، لكن لو فعلها الإنسان ناسيا لا حرج عليه، أو أنه ما تأكد أنه أتى ب3 غسلات وأتى بهذه الغسلة باب الاحتياط والخروج من الشك، فلا بأس بذلك. أما إذا فعلها متعمدا وهو يعلم أنه أتى ب3 فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول تسأل عن حكم حضور حفلات الزواج التي تخلو من الآلات الموسيقية فقط، ويوجد في هذه الحفلات الضرب بالدف والقصائد التي تقال، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا في محيط النساء، ضرب الدف والقصائد النزيهة التي ليس فيها نجون وليست على صفة أغاني وطرب، وإنما هي قصائد تلقى بأصوات مجردة بين النساء مع ضرب الدف، هذا سنة لأنه من إعلان النكاح، قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس للمرأة أن تحضره. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ التي رمزت لاسمها بألف ميم ألف: بعض الأوقات أصلي صلاة الضحى عند النداء الأول يوم الجمعة، ووقت النداء عندنا هو 11:10، وهذا في المنطقة الشرقية. لا بأس بذلك، صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تقف الشمس، أي تحاذي الرؤوس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى في يوم الجمعة وفي غيره. نعم. حفظكم الله. تقول هذه الأخت: إذا دخلت في الصلاة الرباعية والإمام في الركعة الثانية ماذا أفعل معه؟ تدخل معه
وتعتبر الركعة التي أدركتها هي الركعة الأولى، وتجلس مع الإمام للتشهد الأول، ثم إذا قام تقوم معه وتعتبر هذه الركعة هي الركعة الثانية بالنسبة لها. نعم. ثم تقوم معه في الثالثة الركعة الرابعة بالنسبة للإمام، وهي الثالثة بالنسبة لها. وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة، تجلس للتشهد ثم تسلم، ويسقط عنها سجود، ويسقط عنها جلوس التشهد الأول، يسقط عنها التشهد الأول وجلوسه. نعم. السائلة أم عبد الله من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، ذهبنا إلى العمرة عن طريق جدة ومكثنا فيها يومين بنية قضاء بعض الأعمال والذهاب إلى مكة لأداء العمرة، وعندما أردنا العمرة قمنا بالإحرام من جدة، فهل العمرة صحيحة؟ وما الواجب علينا أن نفعله إذا كانت العمرة غير صحيحة؟ إذا كنتم ذهبتم من بلدكم بنية العمرة، فإن الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات الذي تمرون منه قادمين إلى مكة، ولا يجوز لكم تجاوزه بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال: هن لهن، أي لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غيرها لهن، ممن أراد الحج أو العمرة. الذي يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، ولو كان سيذهب إلى جدة هذا لا يبيح له ترك الإحرام من الميقات. فما حصل منكم أنكم ذهبتم إلى جدة وأنتم تريدون العمرة من بلدكم ولم تحرموا إلا من جدة، تكونوا قد تركتم واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فيكون على كل واحد منكم فدية، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعمرتكم صحيحة إن شاء الله، لكن تجبر بهذه الفدية، ومن لم يجد إنه يصوم 10 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة والتي رمزت لاسمها ميم ميم تقول: هل يجوز لي أن أدفع على بعض من زكاتي لإخوتي علما بأنهم طلبة وأبي ليس لديه راتب شهري؟ إذا كان ينفق عليهم والدهم وهم عنده فليسوا بحاجة إلى الزكاة. أحسن الله إليكم. أخيرا تقول هذه السائلة: أنا أقول وأردد أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة المغرب، فهل هذا هو الوقت الصحيح لذكرها؟ أذكار المساء تبدأ من الزوال. نعم. وإن أتى بها بعد الزوال أو أتى بها بعد العصر أو أتى بها بعد المغرب، كل ذلك في وقتها. وأذكار الصباح يأتي بها بعد طلوع الفجر. أذكار الصباح يأتي بها بعد طلوع الفجر، قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، كل هذا جائز. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم، مشكورا. شكر الله لفضيلته.